صار أبو البصل وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. إذا أعزائي المشاهدين، أيضا أجرى الزملاء استطلاعا، سألنا فيه المواطنين لماذا تفاقمت قضية الغارمات في الأردن وفق رأي المستطاعين. خلينا نشوف شو كانت الإجابات. والله تفاقمت الإعلام اللي فاقمها أكثر شيء، يعني ولا أكثر من ثلاث أربع بلاد تعرفش عنها، وهم الغارمات يعني هم مش لازم يمرطوا حالهم بهالشيء هذا. هم الإغراءات كانت يعني أكثر من اللي بيحتاجاته، الفقر وقلة العمل لسوء الوضع الاقتصادي هلا، وعدم عدم القيام ب خلينا نقول التكافل الاجتماعي اللي مطلوب يكون بين الطبقات، وقلة فرص العمل، هذا ممكن يكون يمكن أكبر سبب أدى إلى وجود الغارمات. الوضع الاقتصادي بشكل عام يعني أدى لهاي الفجوة في المجتمع، فصارت الناس تداين، صارت تأخذ قروض، صارت تجدول قروضها، صارت يعني الالتزامات عليها أكثر من الدخل، فأكيد يعني راح تطلع شغلة زي هيك. والله أنا بتوقع أنه يعني تفاقمت هذه القضية وبعدم وجود الرقابة من البنك المركزي على شركات التمويل، اللي يعني أنا بعتبرها بجوز مثل الشركات البورصات الوهمية اللي صارت قبل فترة، ولغاية الآن الناس يعني لغاية الآن في منهم بالسجون ومتراكض وراهم قاعدين مطالبين. فغياب الرقابة البنك المركزي بصورة صحيحة على هاي الشركات أدى إلى وقوع مثل هاي المشاكل. يعني في أمور أكبر من هيك في البلد، أو مش في البلد يعني في الواقع العام في المجتمع بشكل عام، فللتغطية عليها فأثار الغارمات. الغارمات هي قضية يعني آنية؟ لا، هي قضية موجودة أصلاً، فهم غرموهم وغرقوهم وبعدين أظهروا القضية، أعتقد ذلك. ولكن تفاقمت المشكلة لأنه العدد قاعد بيزيد، يعني عمره ما كان في مجتمعنا الأردني أنه يكون في عنا عدد بهذا الشكل من نساء اضطروا أنه يقعوا بهذا المشكلة. يعني من المستفيد من هذه القروض؟ ومن المستفيد من نشرها بشكل كبير بين النساء وإغرائهن بأخذ هذه القروض، بحيث أنه حتى تدفع المرأة غرامة أيضا بالإضافة للأرباح؟ يعني قبل فترة جمعوا لسيدة المبلغ مع الأرباح ورفضوا إخراجها من السجن إلا أن تدفع غرامة، يعني هناك ناس مستفيدين. يعني الواحد مش محتاج، صارت صاحبتها تقول لها ويلا وبدنا نأخذ هذا، فما كانش محتاجاته ويورطن حالي في هالشيء هذا. يعني أنا برأيي مجتمع تهان فيه المرأة بأي شكل من الأشكال بدأ يفقد نوع من قيمه، فصحيح أنه بغض النظر عن المسببات يعني هي ظاهرة لازم تنهى بشكل بأسرع ما يمكن. إذن أيضا للحديث عن هذا الموضوع معنا على الهاتف الأستاذ الإعلامي هاشم الخالدي، ناشر موقع سرايا المعروف. مساء الخير أستاذ هاشم. مساء الخير. مساء الخير زميلنا العزيز، حياك الله أنت والأخوة المشاهدين. يعني إحنا اليوم نتحدث عن قضية الغارمات والمبادرة الأخيرة، ولفت نظرنا خاتمة مقالتك اليوم: ادفنوا هذه الشركات قبل أن يدفن نصف المواطنين ويغرقوا في الديون تحت هذا العنوان. ما الذي دفع هاشم الخالدي للمطالبة بإنهاء هذه الشركات؟ قيم لنا ذلك. أشكرك سيدي على اهتمامكم. الصحيح أنه أنا بعتبر أن هذه الشركات وانتشارها في المجتمع الأردني هو عبارة عن سرطان يجب اجتثاثه. الأمر الآخر، أنا أستغرب مثل ما ذكرت أخي عمر في بداية المقال، فزعت الحكومة المتأخرة بعد مبادرة جلال سيدنا على برنامج يسعد صباحك. هذه الشركات كانت موجودة أمام أعين وأنظار الحكومة ليل نهار. ومعروف في ثلاث إلى أربع شركات معروفة استغلت ثغرة قانونية في البنك المركزي وبدأت تعطي هذه الأقساط. تخيل مثلا بأنه أحد المعلقين علق على صفحتي يقول بالحرف الواحد بأنه اتصل بإحدى هذه الشركات وقال لهم أنا بدي مبلغ 500 دينار، قالوا له شرطنا الوحيد إنك تجيب كفيلة امرأة. هذا يعني لأن هذه الشركات تعرف بأن الأردنيين لديهم حمية على خواتهم وعلى أزواجهم على زوجاتهم وعلى أمهاتهم. ماذا يعني أنه أنت تشترك كشركة أنه جيب لي كفيلة وتعال خذ 500 دينار أو 1000 دينار؟ هذا الأمر
خطير جدا. أحد إحدى يعني قصدك استغلال مروءة الأردنيين وثقافتهم؟ طبعا استغلال مروءة الأردنيين، لأنه لا يقبل أردني شريف على زوجته أو أمه أو أخته إنها تزج بالسجن. ولذلك ذكرت في بند من بنود المقال إنه هنالك تكتم ربما يكون أمني، إن هنالك سرقات تمت وجرائم تمت من أجل أن يحصل الزوج أو الأخ على مال لتزويد هذا القصد خوفا من أن يزج زوجته أو أمه في السجن. تمام؟ الأمر الآخر اللي بحكي لك إياه تمام من ناحية التشريع، من ناحية الشريعة، لأنه هذه الشركات تقوم بمرابحتها أكثر من 25% وأكثر من 50%. صحيح. الدين الإسلامي لا يجوز الربح الفاحش. صح ولا لا؟ صحيح. لا يجوز الربح الفاحش. إذا أنت بتأخذ من أنا بأخذ منك 500 دينار، أنا بس أدلك إياهم 1200 دينار. هل هذا يجوز؟ قصة حدثت مع شقيقي وأنا ذكرتها في المقال، بأنه لما راح حصل على موبايل، هو موظف بإحدى الوزارات، حصل على موبايل بقيمة 300 دينار، قيمة الموبايل 800 دينار. لما راح يحصل على كف طلب قالوا له أنت مطلوب لمدة عام إربد، اتصلت مع مدة عام إربد بيقول إنه اللي رافع القضية فلان. حكينا معاه قلنا له يا عمي معانا الأقساط، قال أبدا لسه ضايل 300 دينار. تخيل. نعم. اضطر شقيقي ندفع 300 دينار ضد 800 مشان إنه يجي يتنازل عن حقه. يعني القصة تلبية. طيب إذا كانت هذه القصة حدثت مع رجل، ماذا حدث مع نسائنا؟ الأخطر في الموضوع لما واحد بيعلق يافطة على باب السلطة أو على باب جرش بيقول قرور ميسرة عاجل 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 أقساط 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 للمدنيين والعسكريين. إذا أنت بتستغل راتب العسكري البسيط مشان إنه يأخذ قسط على اسم مرته أو أمه، هذه المصيبة. ولذلك استكاف مثل هذه الشركات يجب أن يكون بطريقة قانونية عن طريق البنك المركزي، لأنه النتيجة 2 مليون اللي جمعناهم، هل تعلم إحنا جمعناهم بحسن نية وبنخوة، تمام، نخوة مع جلال سيدنا ونخوة مع إحنا كأردنيين، لكن إحنا بذلك كمان سمنا هذه الشركات اللي أعطت ديون للأردنيين مليون، أعطيناها 2 مليون. الأصل غير انه ندفع عن الغارمات ونطلعهم من السجون، هذا شيء عظيم. الاصل ايضا انه نمنع قانونيا هذه الشركات من ان تستفحل وان تستغل عوز الاردنيين وعدم كفايه رواتبهم اللي ما عادت تقدر تجيب خبز للبيت. نعم. استاذ هاشم، امبارح مجلس الوزراء في اجتماع وقرر وضع هذه الشركات تحت وصايه البنك المركزي، ماذا تفهم من ذلك؟ أفهم من ذلك أنها فزعة متأخرة. أفهم من ذلك عندما تقول وزير التنمية بأن هناك 5700 غارمة مطلوبة، بعدين أنت حطيت إياها تحت الوصاية. طب وين كنت الآن؟ أنت بإمكانك تعمل سيرش على جوجل وتشوف مئات المقالات اللي نشرت على المواقع الإلكترونية ومئات الحلقات اللي ذكرت على الحلقات اليوتيوبية من الفضائيات ووسائل الإعلام المحترمة أمثالكم. طب وين كانت الحكومة؟ نعم. قبل ما يتورطوا 5700 امرأة أردنية شريفة ونصهم الآن في حي كامل في السويدة، النساء لا يستطعن أن يخطون ربما متر واحد برا بيوتهن خوفا من التنفيذ القضائي. طب وين كنتوا أنتوا كحكومة؟ الآن بعد ما وقعت الفاس بالرأس بتقول لي لإعادة البنك المركزي؟ إذا للأسف أقولها بأنه هذه الحكومة ما فزعت لأنها خايفة على الأردنيات، فزعت استجابة لنداء جلالة الملك. نعم. جلالة الملك تدخل بعد ما وصلته معلومات بأن هنالك في شيء خاطئ قاعد بجري. طب هل احنا بدنا ننتظر بس جلالة الملك يدخل بكل صغيرة وكبيرة ولا ندرك للأمور الكبرى الإقليمية؟ طب هذا واجب حكومة مش واجب ملك. نعم. خليته الملك كمان يضطر انه يعمل تليتون مشان جمع هذه المبالغ. تمام. المفروض هذا تقصير من الحكومة. صحيح هاي المسألة. ولذلك اتمنى انه
عندما يوعز الرزاز للبنك المركزي أن يكون هناك بند من البنود اللي يستند إليها البنك المركزي في منع الفحش في سداد الدين ما يكون أكثر من 25%، لأنه هذا بالنتيجة اللي أي امرأة أخذ 500 دينار راح نضطر إحنا ندفع عنها من الصناديق اللي تم جمعها مليونين دينار لغاية الآن، راح نضطر ندفع 500 1200 و1300 دينار. نعم صحيح، وانا الخطورة صديقي. نعم بدي أشكرك شكر جزيل على وقتك، بدي أشكرك على كل هذه الروح الوطنية والمعلومات القيمة، شكرا لك زميلنا الأستاذ الإعلامي هاشم الخالدي ناشر موقع سرعي. شكرا شكرا أستاذ هاشم. إذا أعزائي المشاهدين، صحيح يجب أن تخضع هذه الجهات إلى الرقابة وإلى التشريع، يعني ليس فقط الرقابة، إلى التشريع. يعني بروع البنك، البنك معاييره مرتبطة بالبنك المركزي، هون بيكون هو مش قادر يكون أو ينضبط باشتراطات البنك والبنك المركزي، إذا هو مش مليء ماليا، إذا هو بروع جهة ثانية تعمل له تسهيلات أكثر، بتأخذ منه فائدة أكثر، بينكشف. بدنا نحمي المواطن يا إخوان، الدولة مش لازم تنسحب من حياة الناس، ومش مطلوب منا نعمل وبالأخير نلم وندفع، لا، مطلوب إن نحميهم بالأول وبعدين إذا احتاجوا في 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 مؤسسات بتحميهم. بس حبينا نسلط الضوء على قصة الغارمات التي كانت في الأيام الماضية. نكتفي، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود بعد ذلك إلى ملفات أخرى متعددة ومتنوعة من استديو اليرموك. ابقوا معنا.